بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة آل عمران. الدرس 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا مقصودهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن تطيعوا فريقا أي طائفة وجماعة، ليس كل أهل الكتاب كذلك، وإنما هو فريق منهم، فريق منهم. تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إذا أطعتموهم وأصغيتم لقولهم ماذا تكون النتيجة؟ يردوكم بعد إيمانكم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين به، كافرين بالله وبرسوله سبحانه، كافرين بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر بالهين، الأمر كفر وردة نتيجة لطاعة هذا الفريق من أهل الكتاب. وقد جاء في سبب نزول هذه الآيات أن الله لما من على المهاجرين لما من على الأنصار من الأوس والخزرج في المدينة، كانوا في الجاهلية متقاتلين متناحرين، وهم جماعة واحدة وأسرة واحدة، بنو عم، قبيلة واحدة، هم قبيلة واحدة، ولكن دب الخلاف بينهم بسبب الجهل، ثارت بينهم حروب بين الأوس والخزرج، طال وقتها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله استجابوا له وآمنوا بالله ورسوله، زالت العداوة التي بينهم وأصبحوا إخوانا متحابين بعد أن كانوا أعداء متقاتلين، وكانوا يجتمعون في المجالس من القبيلين من الأوس والخزرج، يجتمعون ويأنس بعضهم ببعض ويسلم بعضهم على بعض، ما كأنه صار بينهم حروب في الماضي ولا عداوة في الماضي، لأن الله أزال ذلك بالإسلام وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم رجل من اليهود على هذه الحالة الطيبة، الحالة الحسنة، رآهم مجتمعين متحابين يجلس بعضهم إلى بعض
ويتذاكرون نعمة الله عليهم ويتعلمون أمور دينهم. لما رآهم هذا اليهودي غاضه ذلك، غاضه هذا الاجتماع، فجاء إليهم وهم جالسون وجلس معهم وذكرهم بما كان بينهم من العداوة وما بينهم من الأشعار في الجاهلية، ذكرهم بالثارات التي كانت بينهم، فأثر ذلك فيهم حتى تواعدوا الحرب، تواعدوا القتال بسبب هذا اليهودي الخبيث الماكر. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خرج إليهم وأصلح بينهم، فأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب الذي دعاكم إلى الكفر بعد الإيمان؟ وكتاب الله يتلى عليكم، وهو القرآن، تتلونه أنتم ويتلى عليكم، وفيكم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كيف تتركون هذه النعمة وهذا الاجتماع الطيب وتعودون إلى حالة الجاهلية؟ هذا إنكار من الله عليهم، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فهذا دليل على أنه ما دام هذا القرآن وهذا الكتاب موجودا فإن هذه الأمة لن تنحرف كلها، لن تنحرف كلها، وإن كان ينحرف كثير منها، ولكن يبقى من يتمسك بهذا القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما دام القرآن موجودا فإن الأمة لن تضل كلها، بل سيبقى منها من يتمسك بهذا القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تتلى عليكم آيات الله. فهذا القرآن ضمانة، ضمانة من أن تضل الأمة كلها. والحمد لله. وفيكم رسوله، القرآن فيكم الرسول، فاجتمع عندهم الأمران: القرآن والرسول.